بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اتقوا الله تعالى أيها المسلمون حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه، وجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره والبعد عن جوادره مدة مقامكم في هذه الحياة، واشكروه جل وعلا أن هداكم للإسلام ووفقكم لإتمام عدة الصيام، وعلى ما تنعمون به هذه الأيام من أيام عيد الفطر المبارك. عباد الله، لقد جاءت نصوص الشرع المطهر بالأمر بعبادة الله والاستقامة على شرعه، وليس لها غاية إلا الموت. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. وقرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما سأل بعض السلف عن أناس يتعبدون في رمضان ويجتهدون، فإذا انسلخ رمضان تركوا، قال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. أيها المسلمون، إنه حين ودع المسلمون شهر رمضان المبارك بعد إقبالهم على الله تعالى وإكثارهم من العمل الصالح، ينبغي ألا يودعوا الأعمال الصالحة بعد رمضان، بل يجب أن تبقى آثار الصيام شعاراً متمثلاً في حياة الفرد والمجتمع. وما أعطاه الصيام من دروس في الصبر والتضحية والإذعان لأمر الله تعالى والوحدة والتضامن والألفة والمودة بين المسلمين، يجب أن يستمر عليها المسلمون وتراها متجسدة في حياتهم العملية بعد شهر رمضان. ما تدنى واقع أمة وأصيب المسلمون بالوهن في أنفسهم والضعف أمام أعدائهم إلا لما تخلوا عن أعز مقومات النصر، وهو الدين الإسلامي الحق،
وأساء أبناء المسلمين فهم الإسلام، فجعلوا لطاعة الله تعالى وقتا، ولمعصيتهم أوقاتا، وللخير والإقبال على الله زمنا، وللشر والإدبار أزمنة متعددة. عند ذاك لم تعمل مناسبات الخير والرحمة ومواسم البر والمغفرة عملها في قلوب الناس، ولم تؤثر في سلوكهم، ولم تجد في حل مشكلاتهم. أيها المسلمون، إن من شكر العبد لنعمة الله عز وجل بعد أن وفقه الله للصيام والقيام أن يستمر على طاعة الله عز وجل في حياته كله. فالإله الذي يعبد ويصام له في رمضان هو الإله في جميع الأزمان، ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وأن من كفر النعمة والعلامة وعلامة الرد العمل العودة إلى المعاصي بعد رمضان. فاتقوا الله عباد الله، ولا تهدموا ما بنيتم من الأعمال الصالحة في شهر رمضان. اتقوا الله يا من زعمتم على معصية الله بعد رمضان، فرب الشهور واحد، وهو على أعمالكم رقيب ومشاهد. واعلموا أن الموت يأتي بغتة، وما مرور الأعوام بعد الأعوام، وتكرار الليالي والأيام إلا مذكر بتصرم الأعمار وانتهاء الآجال والقدوم على الكبير المتعال. أيها المسلمون، ماذا بعد شهر رمضان؟ ماذا عن آثار الصيام التي عملها في نفوس الصائمين؟ لننظر في حالنا ونتأمل في واقع أنفسنا وأمتنا، ونقارن بين وضعنا أفراداً ومجتمعات في شهر رمضان وحالتنا بعد شهر رمضان. هل ملأت التقوى قلوبنا؟ هل صلحت أعمالنا وتحسنت أخلاقنا؟ هل استقام سلوكنا؟ هل اجتمعت كلمتنا؟ هل توحدت صفوفنا ضد أعدائنا؟ وزالت ضغائن والأحقاد من نفوسنا؟ هل تلاشت المنكرات والمحرمات عن مجتمعاتنا؟ أيها المسلمون، من استجبتم لربكم في شهر رمضان استجيبوا له في سائر الأيام. أما آن أن تخشع القلوب وتتوحد الدروب، فتجتمع القلوب وينتهي عصر الفتن والخطوب. عباد الله، اتقوا الله في أمتكم، واتقوا الله في أنفسكم. سلام على شهر الصيام والقيام. لقد مر كلمحة برق أو غمضة عين كان مضماراً للتنافس والتسابق إلى الخيرات. عباد الله، ألحوا على ربكم أن يقبل صيامكم كما كان يفعل سلفكم، فقد كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وتذكروا رحمكم الله وأنتم تعيشون فرحة العيد وسروره أن لكم إخوانا في العقيدة يمر عليهم العيد وهم يعانون الحروب الطاحنة والأمراض الفتاكة والمجاعات القاتلة، وما يمر بإخوانكم من الصعاب في بقاع الأرض. فاشكروا الله عباد الله، وليتحرك فيكم شعور الأخوة الإسلامية نحوهم، والزموا طاعة ربكم في هذه الأيام، والحذر من جعلها أيام غفلة واسترسال في اللهو، ولتكن فرصة لمحاسبة النفس وعمل البر والصلة والمودة
وصفاء القلوب وتهذيبها من الضغائن والأحقاد، وأهمس همسة في أذهان شبابنا أن يتقي الله ربه ويقبل عليه ويحفظ أوقاته بعد رمضان، ويشغلها بطاعة الله ولا يغتر بعمل المفتونين بمعصية الله. وأما الأخت المسلمة فعليها أن تتقي الله عز وجل وتستمر على طاعة ربها بعد رمضان، وتلتزم ما ألزمها به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعمل النساء المسلمات من العفاف والحشمة والحجاب، وعليها الحذر من دعاة الضلال والفتنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بهدي سيد المرسلين، وثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، وآجرنا بمنه ولطفه من العذاب الأليم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه أن والى عليكم العبادات وتابع عليكم الطاعات من الفرائض والمستحبات، فإنه إن انتهى شهر الفريضة في شهر رمضان فصوم التطوع بابه مفتوح كصيام 6 أيام من شوال. فقد روى الإمام مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأن صيام شهر رمضان عن صيام 10 أشهر في الأجر، و6 أيام من شوال عن صيام 2 شهر، فبذلك يحصل لمن صامها أجر صيام الدهر كله، ويجوز لمن أراد صيامها أن يتابعها ويفرقها في الشهر. فلا تفوتوا رحمكم الله على أنفسكم هذه الفضائل، واذكروا الله سبحانه على إنعامه، وأتموا أعمالكم الصالحة واستمروا عليها بعد رمضان إلى أن يتوفاكم الله عز وجل. ولا تبطلوا أعمالكم الصالحة التي بنيتموها في شهر رمضان، فإن أحدنا لا يدري هل يدرك رمضان مرة أخرى أو لا يدركه، وكلنا بحاجة إلى التوبة إلى الله سبحانه والاستغفار إليه وتتابع الأعمال الصالحة. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من صلى علي صلاة صلى الله عليه به 10. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حسن فروجنا وطهر قلوبنا،
واغفر ذنوبنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بقى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطوعين، إليك منيبين، أواهين، مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبِّت حجَّتنا، واهدِ قلوبنا، وسدِّد ألسنتنا، واصلُل سخيمة قلوبنا. اللهم ألِّف بين قلوبنا، واصلِح ذات بيدنا، واهدِنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقًّا وارزُقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزُقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبِّت أقدامهم، واربِط على قلوبهم، وسدِّد رميهم، واجمع شملهم، ووحِّ صفوفهم، قوِّ شوكتهم، داوِ جرحاهم، فُكَّ أسراهم. اللهم اكشِف الهمَّ والغمَّ عن المهمومين. اللهم ارحمك بالمستضعفين في كل مكان. أطعم جوع المسلمين، واسقِ عطشاهم، واكسُ عُراتهم، واحمل حفاتهم، وأمن خائفهم. اللهم أمن أوطان المسلمين رب العالمين. اللهم إذن لكتابك أن يحكم، ولشريعتك أن تسود. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.